السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة هذا الفستان. هذا كيجي بقصة، جوج قصات بحال الموديل اللي سبق لي شرحت لكم، ولكن هو بالأزرار. أنا كنت قلت لكم غادي ندير موديل بحال هكا، ولكن كيجي بالأزرار. هنا كيف ما كتشوفوا عندي مترين ونصف من الثوب. هذا الثوب، هذا الخيط هو خيط حرير، يعني هو رطب وما كيتكمش، ولكن هو في نفس الوقت يعني النوع ديال الخيط، يعني بحال الملاحف ولكن هو النوع الجيد. يقولوا له يمكن الخيط فيبرون او لا ما عقلتش، المهم بحال هكا السميه ديالو. اذا هنا كيف ما كتشوفوا عندي هذا هو الطول ديال الثوب، فيه مترين ونصف انتما كيف ما كتشوفوا، وهذا هو العرض ديال الثوب عندي فيه متر ونصف، يعني المنكب ديال الثوب فيه متر ونصف. عليها غادي نفصل. علاش؟ لان الرشمه عندي الوريدات غاديين بالعرض، يعني ما غاديينش بالطول، فلا فصلتهم بالطول غيجيو يعني عوج. غادي نفصلو على العرض، واصلا الثوب ما كيتمدد لا بالطول لا بالعرض، يعني ما عنديش مشكل كيف ما فصلته ما غاديش يجي فيه الديفو. اذا هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو العرض ديال الثوب، هذا العرض ديالو، عليه غادي نفصل. غادي ناخد متر ونصف وغادي نتنيها على أربعة كيف ما كتشوفوا، باش يبقى ليا في العرض يبقى ليا يعني 35 العرض، لان القصه غتجيني في الفخذ، يعني ما حتاش عرض بزاف. هنا هي متر ونصف، تنيت على 2 وعاود تنيت على 4 وخليت 6 سنتيم ديال الازرار كيف ما كتشوفوا ها هي، لان الامام غيجيو فيه الازرار، والباقي بقى ليا هنايا 35. اذا غادي نجي غنبدا نفصل. غادي نجي من هنايا لان الامام مفتوح كيف شفتوا 6 سنتيم الازرار، والخلف كيجي مسدود. غادي نوضع القياس ديال الكتف ديالي. عندي في الكتف 18 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 19. هذا الطي هذا يلبس الاس والام. هنا حطيت 19 سنتيم ديال الكتف، وغادي ندخل ب 8 سنتيم ديال العنق، وغادي ننزل من الكتف ب 3 سنتيم ونرسم خط الكتف. هنا في الطول ديال التركيز كي قلت لكم انا عندي 19 سنتيم في الكتف، غنزيد سنتيم اللي هي 20 باش يجيني التركيز شويه مريح. ما كيعجبونيش يعني يكون التركيز مشنق. ومن هاد النقطه غادي نحط المقاس ديال الصدر. عندي في المقاس الصدر 25 زائد سنتيم الخياطه هي 26، وغادي نرسم زاويه قائمه هنايا ونرسم دوره التركيز عاديه بلا ما ندخل ب 2 سنتيم حتى نفصل الظهر، من بعد ندير التعديل على الامام. هنا غادي ننزل ب 40 سنتيم الطول او الارتفاع ديال الحزام، ومن هذه النقطه غنحط العرض ديال الحزام اللي هو 24 زائد سنتيم من الخياطه هي 25، يعني ناقص سنتيم على القياس ديال الصدر. هنا غادي نوضع الطول ديال الفستان، يعني فين غتجيني القصه. القصه الاولى غادي نديرها في غتجيني في الفخذ، يعني غادي ندير في الطول ديالها 75. كل وحده دير الطول اللي بغات، يعني فين بغات تجي القصه. ممكن تبداو القصه من الحزام، انا فضلت انني نبداها يعني من فوق الركبه، يعني تجيني من الفخذ. هنا درت 75، والعرض اللي عندي في الفستان اللي هو 35 اللي خليت في الثوب هو اللي غادي نديرو كامل 35 صافي. وغادي نسلب خط ما بين نقطه الحزام ونقطه العرض ديال الفستان من الاسفل، ونطلعوا من الجوانب 2 سنتيم صافي، وغادي نقطعو. من بعد غادي نحيدو الظهر ونجيو للتركيز ديال الامام. في المنتصف كندخلو ب 2 سنتيم، وبالنسبه للعنق هنايا غادي ننزل ب 8 سنتيم. نزلت ب 2 سنتيم وزدت نزلت ب 6 سنتيم اللي هي في المجموع 8 سنتيم. هنا غادي نفصل القطعه اللي غتجيني من الاسفل صافي. هنا كنزيد في الثوب شويه، كنزيد نتني هنا باش غادي نعرفوا العبار ديال القطع اللي في الاسفل. كناخذوا الطول ديال الفستان، مثلا انا عندي في الطول الفستان عندي متر و30، غنقص منها 75 اللي هو الطول ديال الفستان للفخذ، والباقي اللي بقى ليا غادي نقسمو على 2 اللي هو غادي يخرج ليا الخارج ديال القطعتين في جوج. وكل قطعه، القطعه الاولى غنزيد عليها سنتيم الخياطه، والقطعه الثانيه غنزيد عليها 2 سنتيم ديال العطفه صافي. كنحطها بهذا الشكل، هذا القطعه الفوقانيه، وكنطراسي وكنزيد 10 سنتيم ديال الكشكشه. انا هنا الفستان ما غنديرش فيه داك الكشكشه كثيفه بزاف، غندير فقط كشكشه خفيفه. دابا تشوفوا كي غتجي في الفيديو كتجي خفيفه زوينه
زدت غير 10 سنتيم صافي. وكي قلت لكم طول الكمالة ديال الفستان، الطول اللي بقى لينا قسمناه على 2، غنديروه في القطعتين. هنا العبار الأول أنا جاتني 27 في كل قطعة صافي. وغادي نقطع وبطبيعه الحال حتى في القطع في الاسفل ضروري نخليو 6 سنتيم ديال الازرار. في الصراحه البنات انا حيت الثوب مزوق يعني ما بانش فيه هاد الديفو هذا، انا كنت في بالي غادي نفصل الفستان عادي، ما غاديش نخلي 6 سنتيم ديال الازرار حتى ندير المرض الازرار بوحديتو يعني على شكل قطعه العرض ديال 6 سنتيم ونركبها باش ما تجيش باينه داك الخياطه ديال القصات. ولكن نسيت حتى فصلت وساليت عاد تفكرتها، محسن الحظ ان ما جاتش باينه لان الثوب غامق شويه وفيه الالوان. نتوما الا غديروا الثوب سامبل فمن الاحسن ما ديروش داك 6 سنتيم ديال الازرار اثناء الفصاله، تفصلوا الظهر بحال الامام عادي، ومن بعد غادي تجيبوا شريط طويل وتركبوه من الجهتين ديال الامام، يعني كل عرض ديالو 6 سنتيم وتنيوه على 2 وتركبوه على شكل مرد الازرار باش داك باش ما يجيكمش فيه داك التقاطع صافي. هنا القطعه الثانيه كنزيدوا في العبار ديالها وكنعاودوا نتنيوها على 4 ونخليو 6 سنتيم ديال الازرار، ونجيبوا القطعه الاولى اللي فصلنا. هاد القطعه الثانيه خصها تكون زايده على القطعه الاولى ب 10 سنتيم. القطعه الاولى كانت زايده على الفستان من الفوق في العرض ب 10 سنتيم، والقطعه السفليه حتى هي غادي تكون زايده على القطعه الاولى ب 10 سنتيم. يعني في المجموع في الاسفل كيجينا الفستان في المجموع في الاخير الدوره ديالو من الاسفل كتجينا 50 سنتيم في الربوع، يعني كيجي ايفازي هذاك هو القياس صافي. كنحط الطول اللي باقي ليا في الفستان وهذا هو الثوب اللي شاط ليا من الفوق. شوفوا تقريبا راه شاط متر على نصف متر، يعني شاط ليا من الفوق الثوب بزاف، خصكم غير تعرفوا تتعاملوا معاه. هنا صافي غنتني الثوب على 2 باش نفصل الاكمام، وغادي نعاود نتني على 4. الا كنتو غديروا الحزام فهاد الشيء اللي غيشيط لكم من الاسفل ديال الفستان منه كتخرجوا الحزام صافي، كيجي بحال هكا. غادي نحط القياس اللي حطيت في الطول ديال التركيز اللي هو 20 سنتيم، هو اللي غادي نوضعه هنايا في الكم صافي. من الجهه المفتوحه غادي ننزل ب 13 سنتيم، هذه قاعده، وغادي نحسب هذه المسافه هذه بهذا الشكل، نقسمها على 2 ونرجع نقسمها على 4. الجهه العليا كنطلع بسنتيم والجهه السفليه كنهبط بسنتيم، وكنرسم الدوره ديال الكم ديالي. غادي نوضع الطول ديال الكم. الكم انا غادي ندير فيه الخيط المطاطي، ما غنديرش فيه المرض، كيبقى لكم نتوما الاختيار. غادي نوضع الطول ديال الكم عندي مثلا 58، غادي نزيد 2 سنتيم ديال العطفه ونزيد 1-2 سنتيم ديال الزياده ديال الكم، يعني باش ما يجينيش مشنق بالنسبه للعرض لكم. مادام انني غندير فيه الخيط المطاطي فانا غادي ندير في العرض ديالو 20 سنتيم المنتصف، يعني الدوره كامله غتجيني فيها 40 سنتيم باش يجيني لكم شويه يعني بوفون منفوخ، ما يجيش يعني يبان فيه داك الخيط المطاطي هنا. بالنسبه للخياطه البنات، اول حاجه كناخذوا القطعه الفوقانيه ديال الامام كيف ما كتشوفوا، وكنجيبوا القطع الاسفل اللي غيتركبوا معاها. هنا انا درت لهم الكشكشه كيف ما كتشوفوا هنايا، خليت 6 سنتيم ديال الازرار تراسيتها بالطباشير ما كندخلوهاش في الكشكشه، والباقي كندير لهم الكشكشه خفيفه اما بالابره اولا باليد ديالكم، كنديروا الكشكشه على حسب القطعه الفوقانيه. عاوتاني القطعه الثانيه كنخليو 6 سنتيم ديال الازرار، وكنديروا الكشكشه على حسب القطعه الاولى باش تجينا البياسه هي هذيك صافي. وغادي نبداو نخيطوا، كناخذوا القطعه الاولى كنركبوها مع الفستان من الفوق
وكي قلت لكم 6 سنتيم د الازرق كتحسبوها وما كديرولهاش الكشكشه، كتخليوها سامبل. ها انتوما شوفوا كيفاش كتجي. والقطعه الثانيه حتى هي غادي نركبوها مع القطعه الاولى. نفس الطريقه غادي نديروا الجهه الثانيه بحال هكا، نركبوا القطع مع بعضياتهم بعد ما كنديروا لهم الكشكشه. هنا غادي نجيو المرض الازرق كنحسبوا 6 سنتيم بهذا الشكل هذا، وكنطراسيوها وكنتنيوها على الوجه 3 سنتيم، وكنتنيو نص سنتيم السرجي، وكنخيطوا على بعد سنتيم، كنثبتوا داك المرض هذه على الوجه. من بعد كنقلبوها للداخل صافي، وكنخيطوا على الطول ديال الفستان 6 سنتيم ديال الازرار بحال هكا، وكنتنيو نص سنتيم ديال السرجي للداخل باش تجينا البياسه مفينيه مزيان. هانتوما كيف ما شفتوا البنات، يعني كتجي داك التقطيعه باينه في المرض ديال الازرار. كي قلت لكم راه غير حيت الثوب مزوق ما جاتش باينه فيه بزاف، ولكن الا كان الثوب سامبل غادي تبان فيه. هي ماشي شي حاجه يعني عادي تبان، ولكن الا بغيتوا البياسه تكون يعني المنظر ديالها زوين وكانت عندكم في لون واحد، فمن الاحسن ديروا الطريقه اللي شرحت لكم. صافي كتجي بحال هكا. دابا غادي ندوزوا للخلف، هذه هي القطعه الفوقانيه ديال الخلف، وكنجيبوا القطع اللي معاها. هانتوما كنديروا لهم الكشكشه على حسب العبار الاول، والقطعه الثانيه كنديروا لها الكشكشه على حسب القطعه الاولى. يعني غتكونوا فهمتوني في الفيديو اللي قبل راه شرحت لكم كيفاش. الاختلاف هو ان هنايا الامام مفتوح وتما كنجي الخلف والامام مسدودين بجوج. هنا غادي نركبوا نجمعوا عفوا الامام والظهر مع بعضياتهم، نخيطوا الكتفين. من بعد ما كنكونوا ركبنا كاع القطع اللي فيهم الكشكشه وقادين المرض الازرار ديال الجهتين بجوج، صافي دابا غادي نركبوا لكم. هنا البياس هذا الموديل هذا غادي ندير فيه الكول شوميز، ولكن راه ما شرحتوش معكم هنا في هذا الفيديو هذا، ما وريتكمش طريقه الفصله ديالو اولا الخيطه ديالو. علاش؟ لانني سبق لي وشرحته، نخلي لكم في اول تعليق. ما يمكنش نعاود نشرح لي يعني الكول شوميز، راه شرحها في فيديو تفصيلي يعني للمبتدئين كيفاش الطريقه ديال الفصله ديالو وحتى التركيب ديالو مع المرض ديال الازرار، يعني ما غتلقاو فيه حتى شي مشكل. باش هكا ما يجيش الفيديو طويل نوريكم غير الموديل بركه. صافي من بعد ما ركبت لكم صافي غادي نجمعوا البياسه. كنبداو من لكم وحنا نازلين، وكذلك حتى الطريقه ديال عمل فتحه الازرار بالماكينه العاديه حتى هي نخليها لكم في اول تعليق. شحال من مره البنات بزاف منكم كنقول لكم غنخليها لكم في اول تعليق وكننسى ما كنخليهاش لكم، ان شاء الله غادي نخليها لكم دابا. هنا البنات في الفستان ضروري داك القصات اللي في الامام والخلف يجيو مع بعضياتهم، ما يجوش متزاقلين، يعني وحده طالعه وحده هابطه كيبان الديفو في الفستان. وهكا غادي يجيكم في الجلايل وحده هابطه يعني جهه طويله على جهه، فضروري حاولوا نتوما كتخيطوا نتوما كتقادوا الثوب. هنا جبت الخيط المطاطي على قياس الدوره ديال اليد ديالي وخيطته جمعته، وغادي نجيبو نحطو بهذا الشكل هذا في الكم، وكنتنيو 2 سنتيم وكنخيطو على الثوب، ما كنخيطوش على الخيط المطاطي باش كنبقاو احنا كنخيطوا وحنا كنجبدوه. هاد الطريقه هادي سهله من انكم تخيطوا العطفه وتخليوا واحد الفتحه وتعاودوا تدخلوا الخيط المطاطي، هاد الطريقه اسهل يعني كتربحوا فيها الوقت وكيجي الشكل ديالها زوين.
صافي غتبقى ليا العطفه ديال الفستان من الاسفل، غادي نتني جوج سنتيم وندير العطفه ونفيني الكول ديالي وندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الفستان كيفاش جا. وكيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفستان، صراحه مريح مريح بزاف في اللبسه بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش يعني داك الفساتين اللي تيكونوا بالسمطه. يعني انا من النوع اللي ما كيعجبنيش داك الفساتين اللي كيكونوا بالحزام، كيعجبوني بحال هكا يكونوا بحال شكل شوميز طويله، كيجي الشكل ديالها رائع. هنا راه ما باينينش التفاصيل ديالو البنات بالنسبه للقصه وبالنسبه يعني الموديل. هنا في الظهر راني درت جوج بنسات، يعني العرض ديالهم جوج سنتيم باش يجي الظهر يعني مسندري، كتجي بحال هكا كي قلت لكم ممكن ديو لا سميطه. والكميمات كيجيو بحال هكا الشكل ديالهم يعني منفوخ، كيجي الشكل ديالهم رائع. الكول شوميز هنا ما باينش، راه غنخلي لكم في التصويره كيفاش كيجي، كيجي بحال هكا. ومن الاسفل البنات راني ما درتهاش طويله حتى الارض، يعني شويه يعني ممكن انني نلبس معها سروال وممكن انني نخليها بحال هكا، يعني ما جاياش طويله كتجرجر في الارض. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.